عندي كيك فانيليا، عندي كوبايتين عصير من المانجا، كوباية من الكريم شانتيه الباودر، كوباية من اللبن الساقع، نص كوباية من عصير المانجا، حبتين من المانجا، المكعبات، صوص المانجا احنا عملناه الاسبوع اللي فات، معلقتين كبار من الجيلي المانجا، كوبايتين ونص من عصير المانجا، وممكن على فكرة اقل شوية عادي، بس خلاص هنزينه بشوية كريز، مش قصدي الكريز ده خالص، بس مش مشكلة. نعم قولوا طيب انا عملت حاجة كده في الفاصل، ان انا حطيت جيلي المانجا اللي بوتاجاز، يا جماعة فصل كل شوية عمال يفصل، حطيت جيلي المانجا وكوبايتين عصير، كوبايتين ونص كده من عصير المانجا، ونحطهم كده على النار لغاية ما يتقلوا معانا. احنا عملناه الاسبوع اللي فات على فكرة، بس انا حاسة ان كمية العصير المانجا دي كتيرة شوية، معقولة دول كوبايتين ونص؟ حاسة انهم مكتور. طيب احنا ممكن لو عندنا طب شوية جيلي كده، علشان هو كده مش هيمسك معانا. ماشي استاذ حسين، هنعمل كريمه ظريفه قوي، عباره عن ايه؟ كوبايه من الكريم شانتيه البودره وشويه لبن ساقع. يا جماعه هو فيه السكر البودره ولا دي فيها سكر؟ الكريمه دي الكريمه فيها سكر، لو كريمه خام هنعمل فيها ايه؟ هنحط لها معلقه او معلقتين من السكر البودره. تمام، هعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا كوبايه شويه من عصير، كوبايه جنبي شويه من عصير المانجا، تمام، بس مش هضيفها دلوقتي، هضرب الكريمه. بسم الله، بقت متماسكه معايا، شايفين؟ انا مش عايزه الصوم كده، انا عايزه اخففها بايه بقى؟ بصوا بقى الحركه دي، شويه من عصير المانجا اهي، انا عايزه الكريمه تكون ناعمه، مش عايزاها تكون متماسكه. يلا بينا. نعمل ايه بقى؟ علشان بس انا حاسه شويه ان العصير كوبايتين ونص العصير دول، بصوا سايله جدا، لا يمكن تبقى دي كوبايتين ونص، هي اكتر. حط شويه جيلي يمسك بس معايا الموضوع شويه. يا جماعه الصوص ده على فكره لين جدا، هو بياخد ويدي معاكو، طب حسيتوا ان هو تقيل زودوا له كده سنه ميه كده، لا شغال، هيرجع ان هو يفك معاكو. تمام، الحاجات اللي انا بعملها تكون كريمه كده ماسكه نفسها، لا انا عايزاها تبقى حاجه ناعمه. تمام، زي دي نحطها كده في الكاسات بتاعتنا بعصير مانجا، تتغمس بعصير مانجا. طيب نجيب بقى مقص كده لغايه كده ما حبايبي يجيبوا لي الجلوفز، شوية كريمة، شايفين الكريمة ناعمة ازاي؟ هو ده السمك اللي أنا عايزاه أهو، ونخلي الطبقات عشوائية، أنا مش عايزة الموضوع يبقى يعني إيه ماشي معايا يعني حنتفى، لأ أهو نعم. شوية مانجا، شوية مكعبات مانجا، شوية مانجا كده، نجيب بس المانجا على الحروف كده، ورقة نعناع بس تكسر معايا اللون تكسر معايا اللون بس مش اكتر.